يا دعوة حق وبيان وبيان، يا قبسا يهدي الإنسان يهدي الإنسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. من تعامل بالربا هو محارب لله ورسوله. ربنا يقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. عارف إن ده حرام، بس ما كانش عارف إن المسألة تصل إلى إن ربنا سبحانه وتعالى بيحارب الشخص الذي يتعاطى الربا. من له قبل أو طاقة بحرب الله عز وجل أو بحرب النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الحديث اللي رواه الإمام مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: ألا إن الله قضى ألا ربا وإن كل الربا موضوع تحت قدمي. فالنهاردة جاي تقول الربا حلال، جاي تقول يجوز الاقتراض بفائدة سواء من الناس ولا من البنوك. النهارده الناس اللي بتعترض ويقول لك انتوا حرمتوا كل حاجه، حرمناش حاجه، ده ربنا اللي حرم وحلل، لا يجوز لاحد ان يحرم او يحلل. ربنا اللي قال حرم وحلل، بس انت لو كنتش تعرف، انت اللي ما سالتش، انت اللي كنت عايش على هواك ومزاجك، لما فوجئت بانها حرام وتخالف هواك بدات تقول ايه ده، وكل حاجه حرام، كل حاجه حرام. الربا اقراض النقود الى اجل بزياده المعلومه على ما يتراضون به التراضي، فأبطله الله تعالى وحرمه. والأزهر الشريف هو أول مؤسسة علمية إسلامية مجتمعة أفتت بحرمة ربا البنوك، لكن الإسلام المعاملات تقوم فيه على المكسب والخسارة. لكن الإسلام يتعامل، يستثمر، لا يتعامل في القروض مثل البنك التجاري الريبوي. الربح بالنسبة للبنوك الإسلامية لا يظهر إلا بعد النشاط. بالنسبة لفوائد البنوك الإسلامية التي تزاول أنشطة شرعية ولها هيئة رقابة شرعية، تستفيد إن شاء الله تعالى بفوائدها. المشكلة في موضوع البنوك في أمر اللي هو تحديد الفائدة. الزيادة المتفق عليها والمشترط عليها هي ربا حقيقي أو تؤول إلى الربا. هل الفرع ميزانيته منفصل عن الأصل الربوي؟ أين يستثمر الفرع الأموال المدعاة؟ هل يستثمر استثمارات إسلامية خاصة أم مع الأصل؟ من الرقابة الشرعية لهذا الفرع؟ كل الناس بتتعامل 1+1=2، لكن المسلم يعلم أن هناك شيئا آخر أعظم وأفضل وأجمل اسمه البركة. إذا ربنا بارك لك في مالك وجعله مباركا بفضل الله تبارك وتعالى، فإن هذا المال ينمو ويزداد. ألا يراودنا أن نقف ونتوقف ونسأل أنفسنا هل أموالنا التي تدخل إلينا حلال أم حرام؟ الموضوع مش زيادة رصيد وحساب في البنك ودفتر شيكات، لا، انظر إلى صحة المرابي، إلى قلب المرابي، إلى صدر المرابي، إلى رئتين المرابي، انظر إلى زوجة المرابي وإلى أولاد المرابي. حرف هل يتقد لها كل واحد منا أن يأكل من الحلال ولا نأكل أموالنا بيننا بالباطل، بيننا بالباطل. يا دعوة حق وبيان وبيان، يا قبسا يهدي الإنسان يهدي الإنسان.